السلام عليكم، احبكم الله. بصراحه هي القناه ديالكم حتى نتوما على فيديو تاع نهار اليوم، شتلقاكم بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي. اليوم جبت لكم واحد لا فيديو هبال هبال، اللي هي لا فيديو تاع المايونيز. كما راكم تشوفوا ناجحه 200%، وهاد الوصفه اللي جبت لكم انا بدون بيض يعني اقتصاديه بزاف وما تستقام عليكم بوالو. هذه هديه مني ليكم لشهر رمضان الكريم ان شاء الله. يعني نحاول نجيب لكم وصفات اقتصاديه، وصفات صحيه، وصفات شابه. وهذا المايونيز كي تفرجوا على الفيديو تعرفوا بلي يعني صحيه باغابوغ على يعني الانواع الاخرين. جبت لكم يعني تكون جبت لكم يعني نقصه بزاف السعرات الحراريه، وجبتها لكم يعني بزاف مليحه وبزاف ناجحه كما راكم تشوفوا نتوما. يعني شوفوا بينكم يعني مايونيز بزاف شابه كيما تاع المحلات ولا خير من تاع المحلات. المهم المايونيز هذه هايله وناجحه بزاف. تبعوا المقادير وتبعوا طريقة التحضير وتبعوها بالتفصيل، تبعوها بالحذافير تاعها، باش هكذاك يعني الوصفة تخرج لكم وتنجح لكم ان شاء الله لشهر رمضان الكريم. على بالي بلي كامل تحبوا ديروا المايونيز يعني في الصالات سورتو في رمضان. انا بروحي هكا اليوميات ما نستعملش مايونيز بزاف، قليل 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 بصح في رمضان غنقولوا يوميا نديروها مع لي سالاد، مع كيما تعرفوا نتوما في شهر رمضان الكريم نحبوا يعني هو شهر العباده، شهر التوبه، شهر الغفران، ونحبوا ثاني كنشبحوا طابله تاعنا، ونحبوا يعني نقول لك العين تاكل قبل ما ياكل، ما ناكلو حنايا ما ياكل الفم يعني، وبنادم صايم نهار كامل. نحبوا نزينوا الطابله ونفرحوا العائله تاعنا، نفرحوا الازواج تاعنا، نفرحوا ولادنا، يعني هذه هي نفرحوا ناسنا، نفرحوا ضيوفنا. لهذه جبت لكم هذا المايونيز الجميله، ونتمنى ان شاء الله تجربوها. قبل ما نبداو الوصفة تاع نهار اليوم ما نسوش صلاة وسلام حبيب مصطفى عليه ألف صلاة وسلام. أما بعد نقول لكم نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا عجبتكم الوصفة تاع نهار اليوم ما تنساوش ديروا لايك، اللي ما اشتركش اللي ما اشتركتش دخلوا كامل مرحبا بكم. خليوا لي من كومونتير زوج ثلاثة إلا حبيتو، ما تبخلوش علينا إلا عجبتكم الوصفة، باش هكذا كيشوفوها بزاف الناس ويستفادوا بزاف الناس، وتطلع القناة إلا حبيتو نتوما. كلش بربي سبحانه بيان سور، كلش بربي سبحانه وبيان سور بكم نتوما. احنا ربي سبحانه خلقنا سبب في الارض، يقول لك تعلم حاجه وعلمها لواحد اخرين، هكذاك بنادم يدي الاجر باش الناس هكاك تزيد تستفاد وتزيد تفيد ناس واحد اخرين. هذا ما كان، انا خليكم على فيديو ما نطولش عليكم، ونتمنى لكم فرجه ممتعه، ونتمنى لا فيديو تاع نهار اليوم اثناء الاعجاب ديالكم. البنات نبداو بسم الله. هنا عندي زيت يعني المائده 100 مليلتر تاع زيت المائدة، بسم الله. نزيد لهم 100 مليلتر تاع الحليب يكون بارد، لازم يكون بارد كما راكو تشوفو يا البنات، لازم يكون بارد من التلاجة ماشي بحارة المطبخ، لازم يكون بارد. ملعقة كبيرة تاع الجبن، الجبن الطري تقدرو تستعملو تاع الحبات، تقدروا تستعملوا يعني ما يعادل زوج حبات. وهنا واحد رشيشه تاع القارص، عندي نص حبه ما خصنا نصلها كامله. القارص راح تجيب لينا على تاع الخل، هنخلي منها شويه. واحد القريصه تاع الملح على خاطر ديجا فيها الوسمه، درت لها الفرماج سبتي غير شويه هكذا بركات. هنا نجيبو البراميكسور ونبداو نخلطو فيها مي مع اللون، نقعدو غير هكا بوزيسيون هكذايا، ومن بعد باش نطلعو. Thank you.
ما راكو تشوفوا، شوفوا ما شاء الله. الا قلنا مايونيز، يعني مايونيز كما شفتوا، درنا لهاش البيض ودرنا لها واحد المقادير اللي هما اقتصاديه. ننصحكم خدموها بالطارس، هتخرج لكم شابه خير كيما هذه، يعني ما شاء الله. ما تنساوش يا البنات يعني تخبيوها في الفريجيدار، خطر ما فيها لا مواد حافظه لا والو، خبيوها في الفريجيدار. هذا مكان يعني ما شاء الله. هنا عايز نعملها معاكم باش تشوفوا السمك ديالها مليح كما راكم تشوفوا، ما شاء الله. يعني جربوها عليكم غمضين، بزاف مليحه وبزاف ناجحه وبزاف سهله، ومكونات اقتصاديه حتى بلا بيض ديروها. سورتو في رمضان حبيت نجيب لكم هذه الوصفه، سورتو في رمضان باسكو على بالي بلي رمضان بزاف الناس تستعمل المايونيز، يعني اللي سالاد وكايتيك على هذيك، قلت ندير معاكم هذه الوصفه هذه. نفرغ معاكم شي زيت تبان لكم خير وخير كما راكم تشوفوا. يعني كما راكم تشوفوا بزاف شابه واقتصاديه، ويعني ناجحه 100%. جربوها خليو لي كومونتير، خليو لي ديجا جربتها بهذه الطريقه هذه، تخلي لي لي كومونتير باش هكا الناس يزيدو يشوفوهم، باش تكون عندهم يعني فكره على المايونيز اللي بلا بيض، وتخرج شابه وتخرج جميله كما راكم تشوفوا. يجي فيها واحد لوغو هبل هبل، يجي فيها لوغو تاع الفرماج، يجي فيها يعني لوغو تاع سيترون اللي درناه تاع القارص اللي درناه، واش نقول لكم، يعني هايله اقتصاديه. شوفوا شحال خرجت لنا، الله يبارك. يعني راح ديروا بها واحد 15 جوغ ولا 20 يوم، يعني نص تاع رمضان، ولا تقدروا تكملوا كاع رمضان غير بب يعني هذه المكونات البسيطه هذه. خاطر المايونيز يعني كيما نعرفوا نديروها غير نديروا شويه من الفوق، يعني ماشي بزاف على هذيك، يعني غير هذه الكميه هذه اللي خرجت معكم راح ديروا بها ان شاء الله كامل رمضان بحول الله تعالى. حبيت ندير لكم هذه الوصفه يعني كيما راكم تشوفوا، نعاود ندير لكم باش تشوفوا كيما راكم تشوفوا السمك تاعها ثقيل هكذا، يعني باش غير تتاكدوا باش تعرفوا الوصفه لو كحل ديروها. انا هنايا وصلت معكم لنهايه لا فيديو كيما راكم تشوفوا، وصلت معكم لنهايه لا فيديو عفوا كيما راكم تشوفوا. نقول لكم اللي عجبتكم الوصفه شاركوها مع الاحباب والعائلتهم، الفائده للجميع. ديروا لايكات لا فيديو باش تطلع باش يشوفوها الناس، باش هكا كي يستفادوا سورتو في شهر رمضان. جبت لكم يعني وصفه اقتصاديه، وصفه مختصره هكذاك باش الناس تجربها يعني، وما تخسرش بزاف، ما تخسرش بزاف المكونات، وما تخسرش بزاف دراهم بحول الله تعالى. راح نجيب لكم وصفات بزاف ناجحين لشهر رمضان ان شاء الله، ويكونوا في متناول الجميع، ويكونوا بحول الله تعالى يعني ما يستقاموا لكم بوالو ان شاء الله يا ربي. غير تبعوا القناه تركوا حين تستفادوا ان شاء الله بحول الله تعالى، وحين تشوفوا وصفات بزاف شابين، وصفات بزاف اقتصاديين. نتوما ما عليكم غير تدخلوا غير تابوني باش يخرج لكم لي فيديوهات بحول الله تعالى. نقول لكم اللي عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم تنساوش تشاركوها مع الاحباب والعائلتهم، الفائده للجميع. نقول لكم ديروا لها لايكات باش هكاك تطلع لي لا فيديو. نقول لكم مع السلامه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو اخر بحول الله تعالى، والى اللقاء.